السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الفرق ما بين الساعة الاوتوماتيك او اللي هي بتشتغل بالنبض زي ما الناس بتقول، ودي كده خرافة احنا طلعناها، اللي هي بتشتغل بالنبض، والساعة اللي بتشتغل بالبطارية؟ بص كده حركة العقرب بتاع الساعة دي، بص ليه ماشي ازاي، كل ثانية بينط على الثانية اللي بعديها، تمام؟ اهي كل بينط كل شوية على الثانية. بص بقى الساعة دي، شايف عقرب؟ بص العقرب ماشي ازاي، ما بينطش ليه، ماشي كده ماشي كده، اما التاني تك 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 وهكذا. شايف الفرق؟ بص الفرق اوريك ازاي عامل ازاي. بص اهو، بص العقرب ده عامل ازاي اهو، بص شايف الفرق؟ تمام، اللي هو العقرب ده بينط كل ثانية، والعقرب ده ماشي كأنه سويبينج، اسمها سويبينج، بيمشي كده زي الماسح كده. بس ده الفرق ما بين الساعة اللي بتشتغل بالحركة والساعة اللي بتشتغل بالبطارية. متنساش تعمل لايك وفولو.